تعالوا بقى نعمل المافنز مع بعض. ودي مافنز الشوفان هايله هايله، هتعجبكم جدا جدا جدا. 1¼ كوب من الدقيق الابيض، ممكن يبقى دقيق شوفان لو حد عنده حساسيه جلوتين، ونتاكد ان الشوفان خالي من الجلوتين. 1½ كوب من الشوفان بذور ومحمص. عندي 2 معلقة كبيرة جنين قمح، معلقة صغيرة بيكنج باودر. لو الحساسية عندكم شديدة تأكدوا ان البيكنج باودر خالي من الجلوتين. عندنا كمان بيكنج صودا، رشة ملح، قرفة، موز مهروس، زبادي يوناني او زبادي عادي ومتصفي من ميته. معلقة كبيرة من اللبن، اللبن هنا ممكن يبقى لبن نباتي، والزبادي يبقى زبادي نباتي، والزبادي ممكن كمان يبقى لبنة. طبعا انا بتكلم عشان الحساسيات المتعددة. 1/4 كوب عسل ابيض، 2 معلقة زيت، بيضة، البيضة ممكن نستغنى عنها لو عندنا حساسية بيض، وكوب من التوت الأزرق. التوت الأزرق من الحاجات المفيدة جدا جدا، وفي منه مصري دلوقتي بأسعار كويسة قوي. بيض، لبن، زيت، قرفة، ممكن تبقى فانيليا، بولة تانية فيها الدقيق، الشوفان، بذور الكتان، جنين القمح، كل دي حاجات مفيدة جدا جدا. خلينا ندخلها للولاد كده ايه بطريقة غير مباشرة. رشة الملح، البيكنج باودر، البيكنج صودا، كل الدوشة دي علشان انا ايدي جه عليها زيت. هضرب المكونات دي مع بعضها، بعدين هبتدي بقى احط لهم باقي المكونات السايلة، الموز، الزبادي، العسل. نضرب كله، اختلط مع بعضه كويس. حلو قوي. الفرن على 180، الرف في النص تحت بس اللي شغال، لو في مروحة شغالة هياخد حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع في الفرن. و هكون طبعا مشغله الفرن قبل ما ادخل المافنز لمده ربع ساعه على 180، مش اقل ولا اكتر. خلطنا المقادير الجافه، نزلناها على المقادير السايله، شلنا الويسك، اتحولنا للسباتيلا من تحت لفوق كده اهوت لحد ما يختلط كويس قوي قوي. بيبقى خشن شويه المافنز عن الكب كيك، وده شيء طبيعي وما بياخدش فروستنج على الوش. لذيذة قوي، وتقدروا تحطوها في التلاجة لمدة اسبوع، تحطوها في الفريزر لمدة شهر لثلاث شهور، وتقدروا طبعا تحطوها لهم في اللانش بوكس. المافنز بنحطه زيادة شوية عن الكب كيك لانه مش بيعلى قوي زي الكب كيك، ولما بيعلى ماسك نفسه عشان هو العجينة بتاعته ناشفه.